من شروط الترشيح للجنة الأولمبية أن تكون عندك شهادة. نعم. حس على الأقل سادس. نعم. أكو بعضهم ما عندهم متوسطة، عندك هاي المعلومة؟ طبعا. يعني تعرف الأسماء اللي ما عندهم شهادة متوسطة؟ أي بس تدري تذكرهم. لا ما راح أقول لك أذكرهم، بس أريد أعرف قد عددهم. ها؟ بالمكتب التنفيذي إيش قد اللي ما عندهم شهادة متوسطة وجاي الآن يقود رياضة عراق؟ متوسطة أو غير متوسطة، بس لكن ما مو مع الجسم. يعني يمكن أربعة. أربعة. نعم. والله صار عندي فضول، أنا أعرف واحد. أربعة. زين اكتب لي إياهم بورقة. ما اعلنها بس الي اريد اعرفها بعدين ورا البرنامج اقول لك. كلها تقول لي ورا البرنامج وانت خلص الحلقه بعد ما اخطا هذا الخطا. اكتب لي اياهم هنا الاسماء الاربعه بس حتى اعرف منو ما عنده شهاده. هذا اول واحد عندي الاسم. حلو. اربع اسماء بالمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية ما عندهم شهادة متوسطة ويرشحون ويفوزون وهم السبب الرئيسي بعدم هم قادة للرياضة العراقية وأحد أسباب عدم وجود قانون للجنة الأولمبية هم لأن ما عندهم شهادة وإذا صوت داخل مجلس النواب على قانون اللجنة الأولمبية كلهم يبعدون.